احتفل الفنان المصري رامي صبري بعقد قران شقيقته بحضور الأقارب والأصدقاء خلال عقد القران، وكان رامي شاهد على العقد كما قام بالغناء بعد الانتهاء من مراسم عقد القران. ويذكر أن زوج شقيقة رامي صبري هو شاب من خارج الوسط الفني، والتقط رامي صبري بعد عقد القران مجموعة من الصور التذكارية مع شقيقته وزوجها.